الحديث على التاريخ ديال مدينة أرفود كيستدعي بالضرورة الحديث على التاريخ ديال اليهود، وعلاش هما أول من عمر المدينة؟ واش سكنوها مجبرين ولا بخاطرهم؟ كيفاش عاشوا في مدينة أرفود؟ وعلاش هاجروا منها؟ وأشنو هي الآثار ديالهم اللي خلاو في المدينة من بعد ما مشاو؟ الوجود ديال اليهود في المغرب عموما ماشي غير في أرفود، عنده تاريخ قديم، وهذا الشيء اللي أكدته المصادر والدراسات التاريخية. الباحث عبد الهادي التازي كيرجع المجيء ديالهم أول مرة لشمال إفريقيا مع الهدم ديال هيكل سيدنا سليمان عليه السلام، وتزاد التوافد ديالهم في القرون الوسطى. فاش عرفت القوافل التجارية اللي كتمر بالمغرب تطور كبير، وهكا توزعوا في المغرب كامل واشتهروا بالتجارة والحرف. البعض منهم سكن في المدن، والبعض سكن في المناطق الصحراوية والجبلية بحال سوس وتافيلات، إلا أن الاستقرار ديالهم في تافيلات ما كانش عنده تاريخ محدد، ولكن الأكيد أنهم عمروا سجل مسا أولا، ومن بعد توزعوا على القصور ديال المنطقة بحال قصر المامون وتبو عصامت، وشكلوا أحد المكونات البشرية في المنطقة إلى جانب الأمازيغ والعرب. بل أصبح عند يهود تافيلات نفوذ ديني في العالم كامل، حيث كان في المنطقة واحد من أشهر الحاخامات ديال اليهود اللي هو يعقوب أبو حصيرة، واللي كاين القبر ديالو الآن في مصر، وكيحجوا ليه يهود تافيلالت كل سنة. والحاخام في اليهودية بحال الولي الصالح عندنا، وكاين داود أبو حصيرة اللي مات في إحدى الثورات المحلية في المنطقة سنة 1920. والسمية ديال أبو حصيرة أو لأبي حصيرة كانت واحدة من أشهر الأسماء ديال اليهود اللي كانوا في المنطقة، يعني إلا سمعتيش يهودي كنيته أبو حصيرة فالأغلب غادي يكون الأصل ديالو من تافيلالت. والمقبرة ديال مدينة أرفود اللي كاينة في الطريق الوطني رقم 13 الخرجة ديال أرفود وانت غادي للرصاني، فيها واحد من الحاخامات المعروفين في المنطقة اللي هو إسحاق أبو حصيرة، اللي تزاد في سنة 1890 ومات في مدينة أرفود سنة 1955. هذه المقبرة هذه يزورها اليهود كل عام في موسم كيتسمى موسم الهيلولة. اليهود اللي كانوا في المنطقة وقبل ما يدخل المستعمر كانوا عايشين في سلام مع السكان المحليين ديال المنطقة في مجموعة من القصور بحال جدرانة المعاضيد وولاد عليه اللي عندهم فيها درب سميتو درب اليهود. هذا القصر اللي هو بلادي بالمناسبة كان دائما وحنا صغار كنتسألوا علاش سميتو درب اليهود، وكان بالنسبة لي كدري صغير لغز ما قدش نستوعبه، وعقلي ما قدش يستوعب أن اليهود فعلا سكنوا تما مع جدودنا، خصوصا مع الفكرة اللي تربينا عليها من الصغر أن اليهود كلمة قدحية وأي واحد بغي تعيره كتقول له فيك فاعل ديال اليهود. العقل ديالي كدري صغير ما كانش قادي يستوعب التعايش اللي كان في القصر اللي حليت فيه عينيا، وما كانش قادي فلتري الفكره ديال انني مختلف معاك وساكن حداك. ولكن فاش كترجع للمراجع والمصادر اللي ارخوا لهاد العلاقه ما بين جوج ديانات مختلفين ومتعايشين، كتلقى ان الاسلاف ديالنا اكثر تسامح منا واكثر تعايش مع اي طائفه كما بغات تكون، غير كل احترام المتبادل، احترام الدين، طائفه، العرق، احترام الإنسان. وهادو بعض الأسماء ديال اليهود اللي تزادوا في القصور المجاورة لمدينة أرفود كما جاءوا في الجريدة الرسمية للحماية الفرنسية بالمغرب النسخة العربية. عندنا إلياهو بن مخلوف اللي تزاد في سنة 1908 من أم سميتها العزيزة بنت الصباغ من قصر قصبة بن علي. يوسف بن يعقوب تزاد سنة 1901 من أم سميتها الحيانة مسعودة في قصر بن محمد. وعندنا ديفيد بن سمحون اللي تزاد في سنة 1900 من أم سميتها مريم بن سمحون في قصر السيفة. من خلال هاد السميات اللي جاو في هاد الجريدة غادي نلاحظوا أن اليهود كانوا كيتشاركوا في بزاف ديال الأسماء مع المسلمين بحال عائشة، مريم، يوسف وعزيزة. من بعد مدخل الاستعمار الواحد يلتزمي، ومن بعد استدراج اليهود لمدينة أرفود بمجموعة من الامتيازات، غادي يهاجروا القصور ويسكنوا في مدينة أرفود. بل وكما سبق ذكرنا في حلقة دازت أن أول مجلس بلدي في مدينة أرفود كانوا فيه أربعة ديال الأعضاء يهود، وهما إيلي ترجمان، جاكوب بن حمو، إيلي شتريت، ويوسف بن حصيرة. وكانت واحد المدرسة في وسط المدينة ديال أرفود حسب الرواية الشفوية خاصة باليهود، وكتنتمي لمجموعة ديال المدارس سميتها مدارس لوبافينيش اليهودية. أما من بعد الاستقلال كانوا مازال شي وحدين من اليهود كيقراو في مدرسة البنين اللي هي الآن مدرسة أنس بن مالك. هذه المدرسة كانت في الملكية ديال واحد اليهودي من المدينة سميتو مخلوف بن يحيى النرزي قبل ما يشريوها منه. رغم ما هضرنا عليه من تعايش ما بين المسلمين واليهود، إلا أن العلاقة ما كانتش دائما سليمة، فاليهود اللي في المدينة كانوا كيسلفوا بعض السكان المسلمين الأموال والسلع بسبب سنوات الجفاف اللي عرفتها المنطقة والتبعات ديال الاستعمار، وبسبب العجز ديال السكان على استرجاع الديون كانوا كيستولوا على الأراضي ديالهم. فالأهالي ديال المنطقة غادي تشكي من هذه القضية هذه للسلطان محمد الخامس في واحد الزيارة دارها للمنطقة سنة 1941، وخرج قرار في 15 شتنبر من نفس السنة كينص على إمكانية استرجاع المسلمين الأراضي ديالهم مقابل تسديد الديون اللي عليهم في مدة 6 شهور. وهذه القضية هذه
وثقتها مجموعة من العقود في المحكمة ديال أرفود، اللي كانت كتبدأ بعبارة الحمد لله بمقتضى الكتاب الشريف بعدد 2278 ورد من سيادة وزير العدلية الإسلامية أعزه الله على سيادة القاضي أرفود، وما أضيف إليه رعاه الله مخبرا بأمر سيدنا الإمام المنصور بالله يأمره فيه بأن يحول بين ما يشمله حكمه من اليهود وبين أملاك اشتروها من أناس بأبخس الأثمان وقت الفتن الواقع بدائرة أرفود مع قلة جريان الوادي لشح السماء بالمطر، وبأن يفسخ البيع الواقع فيها وترك لأصحابها أو ورثتهم مع إلزامهم بدفع. وهكا كتكتب العقود اللي كتكون ما بين المسلمين واليهود. من بعد هذه السنوات اللي عاشوها المسلمين مع اليهود في مدينة أرفود، سواء في تعايش وسلام أو في حرب، غادي يجي لقيتة اللي غادي يرحل اليهود وغادي يخول المغرب كامل ومش غير أرفود. في سنة 1948 غادي يتعلن عن تأسيس الكيان الغاصب في الأراضي الفلسطينية، وغادي يشجعوا اليهود اللي كاينين في العالم كامل على الهجرة لفلسطين أرض الميعاد، وخصوصا الناس اللي كانوا ساكنين في مناطق فلاحية، لأنهم غادي يكونوا كيمتلكوا خبرة في الزراعة. وفي مطلع القرن 21 غادي تكون مدينة أرفود خالية من اليهود، ومن بعد ما كانوا لمدة نصف قرن هما العمود الفقري ديالها. وكآخر محطة في هذا الموضوع، شكون هي الآثار اللي كتدل على وجود اليهود في مدينة أرفود؟ المقبرة اللي كاينة في مدينة أرفود واللي كتضم حوالي 140 قبر، خير دليل على أن نسبة كبيرة من اليهود عمروا المدينة، واللي كنا قلنا أنهم كيجيوا في كل سنة في موسم كيتسمى الهيلولة. بالإضافة للمقبرة اللي كانت قرب عوينة المشارفة قبل ما يدخل المستعمر للمنطقة، أي قبل وجود مدينة أرفود قرب جبل البليكوس. غير هو الملاحظ أن هذه المقبرة هذه ماشي بحال المقبرة اللي كاينة في طريق الرصاني اللي فيها الصور ودرين فيها عساس. هذه المقبرة هذه مهدمة، وبعض القبور كما شفنا في فيديو سابق مهدمين ومحفورين. وبلا ما نساو الذاكرة الشفوية ديال المنطقة اللي مليئة بالقصص ديال اليهود مع جدودنا. وهكا غادي نكونوا هضرنا على اليهود في مدينة أرفود، منين جاو، كيفاش عاشوا، طريقة ديال التعايش مع المسلمين ترحلوا من المدينة. وهذا الفيديو غادي يكون غير نقطة في وسط بحر من المعلومات اللي ما وصلوناش على اليهود في المنطقة بالعموم، ماشي غير مدينة أرفود. وإلا عندك شي معلومة أو لا مصدر كيهضر على الموضوع، خليه في كومنتير ونناقشوه كاملين. السلام عليكم. قبل ما نسالي الفيديو، كان خلف الكواليس وخلف الكاميرا وخلف اغلب الفيديوهات شكر خاص من هذا المنبر مصور الكاميرا بعد. هذا هو اللي كيكون خلف الكاميرا غالبا. اجي جلس شي قول شي كلمه، قول شي لعيبه. لا، انا كنامن بالقدرات ديالك بانك شي نهار غادي دير شي لعبه. ما درتيش شي لعبه ما سي بالوش. لا غادي دير ما صافي. صاين نشوف حنا